فما نية نتاع اعفاء بعض المسؤولين من مهامهم توا لا ما ثماش خاطر عبد السلام اليونسي في تصريح المزايق قال بعد مقابلة مازنبي بالضبط قال فما مسؤولين باش يتحاسبوا باش يتم المحاسبة لا, تعني... تحدث حتى إنه بشي بشي لا المحاسبة لا تعني حتى انه باش باش معناها لا المحاسبة لا اولا ساعة من الناحية القانونية ما تنجمش تنحي حتى مسؤول من الهيئة لانهم منتخبين هذا واحد لا تنحي بش... مثلا مثلا نحكي على حمزة الوسلاتي رئيس حمزة الوسلاتي طلب هو تنحيته طلب انه يتنحى دكار دونك باش اي طلب هو مازال تو حد الان لانه طلبوا من السيد مهدي الغربي مهدي الغربي من الوحيد اللي طلب مهله حمزه الوسلاتي بنفسه بصريح عبارته في الاجتماع الهائل المديره قال برشا ضغط واعترف رويجي نقول لك حاجه تعرف شنو باهي في العبد انه يعترف بالليميت نتاعو حمزه قال انا مازلت جديد وما فيها باس جيبوا شخص غادي انا ندعم بالفلوس انا وراه كذا ما نجمش فهمت المشكلة صار مع عدي العابدي نجم يكون في اسباب في الحكايه هذه نجم يكون واحد من الاسباب راه وقت الفريق ما يمشيش راه يلزم ديما تبدل تشوف كالكوشوز شوز كي فابا وتحاول تبدلها فهمت غلطت حمزه في التعامل مع علي العابدي وقتها غلط قبل المقابله مهمة كيما غلطت 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 وهو بيدو يقول لك غلطت راه مش عار ومش عيب انه واحد يقول راني غلطت